بص حضرتك في الرجاله مع السن العمري والسيدات الهرمونات لها حسابات على حسب السن. تمام. لو السن يسمح ممكن، بس عشان اقول لحضرتك ان الصلعه اللي عند حضرتك دي ذكوره. فلا يمكن اتدخل ازود الذكوره. الرجاله الذكوره اسمها البولدنس، ده ذكوري لما تقدر يخشوا كده. واخد بال حضرتك؟ وبعدين يفضوا ده رجوله. ده حاجه كويسه. بحاول الست لا 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 ده كان حاجه كويسه خالص. فاحنا هنا بنستعمل حاجات غير هرمونيه. بس انا عايز اقول حضرتك ان الشكل العام في التغيرات الجلديه سواء شعر زائد سواء تجاعيد سواء خشونه سواء ان هو يبقى بلور يعني عايز اقول شحوب سواء احتقان سواء ده كله وراه غدد لازم نظبطها قبل ما يخش جلسات ليزر، قبل ما يخش جلسات تشيل الشعر، قبل طبعا الفحص بيساعد. طبعا خش على المضمون ما تخش على الظاهر. بس عايز اقول حاجه قبل لو معاك دقيقه ان دلوقتي مش كل اللي بيشتغل الشغلانات دي اطباء. واحنا موافقين انهم يشتغلوها لان شغلات تكنيكال. تمام. بس لازم يعرض نفسه على الاقل طبيب غدد صماء قبل ما يعمل حاجه من دي.